الرحيم. انا احمد رمضان، برانش فاينانشال مانجر انصاب انرجيا، خد سيمي 2014. انا اسمي احمد المعظمي، سينيور بيزنس بارتنر في احد البنوك، خدت السيمي في 2014. هلو، انا شيماء رشاد، Research Director at Two Securities Brokerage, and I'm certified as a CMA since 2014. كريم محمد سيف الإسلام، مأمور ضرائب الشركات المساهمة CMA Holder 2015. CMA بتكفر الجزء بتاع Financial Accounting و Managerial Accounting، وفي نفس الوقت تخليك تبقى عارف في Budgeting، تبقى عارف في Visibility Studies، Return on Assets. فبتقدر يبقى عندك النولج اللي تقدر تتكلم في اي مجال في الفيلد بتاع الفاينانس. What is the CMA? The CMA stands for Certified Management Accountant. And what management accountants do is provide financial decision support to management in companies in terms of whether it's planning, cost management, capital expenditures, or investment decisions. السيم ايه كانت ريكوايرمنت بالنسبه لي عشان ادرس في كيو اترقى، وفعلا اول ما خلصت بارت 1 على طول اترقيت حتى ما استلمتش البارت الثاني. السيم ايه كتير بيفتكر انها مش تفرق، لكن السيم ايه بتفرق في حياه اي شخص على المستوى المهني وعلى المستوى المادي. السيم ايه فور يور كارير، يعني هي انا استفدت منها بمجرد اني بدات اذاكر الماتيريال قبل ما ابقى باص، يعني قبل ما اخد الشهاده كنت الحمد لله ترقيت في شغلي خلاص. ولكن طبعا بعد ما تاخد الشهاده، بعد ما تبقى تايتل از سي ام اي، انت مؤهل بشكل كبير جدا وعندك فرص كتير جدا مفتوحه ان انت تشتغل في فروع شركات اجنبيه، ان انت تشتغل في شركات مالتي انترناشونال. كمان بتفرق كتير جدا طبعا في السالري، الحمد لله السالري فرق كتير جدا قبل السي ام اي وبعد السي ام اي. Following my obtaining of the certification in 2014, I have risen only in the ranks from the position of senior analyst to becoming a director, reporting directly to the company's chairman, and I have almost tripled my income during this journey. It's difficult. I got to handle it first. You don't need to. تذاكره بس انت محتاج تفهم طريقه السيرتيفيكتس ازاي في الامتحان. المذاكره الماتيريال مش كبيره ولا معقده، انت لو ذاكرت بس تفهمها تدي لنفسك وقت تحل كتير، تظبط معدل السؤال بتاعك ما يعديش دقيقه ونص، وازاي تكنترول اعصابك وتعرف تمانج الامتحان، هتنجح من اول مره. بالنسبه للامتحان احب اقول لاي حد الامتحان الحمد لله سهل جدا، بس اذا كنت انت مستعد. بالنسبه للناس اللي بتحضر عشان تخش الامتحان، اهم نقطه لازم تبقى في بالك دايما هي تنظيم الوقت. كل الاسئله ليها نفس الدرجات، فانت لازم تكون كل الاسئله تاخد منك نفس الوقت. لو حسيت ان في سؤال بيطول معاك كمل، اعمل بوز، خليه للاخر. لما تبقى في وقت تبقى ترجع تقراه تاني وتحله. Contrary to what people would have you believe, the exam is not as tough as people think it is. It simply puts you under a lot of time pressure. And if you are well prepared, and prepared means solving enough questions to not have to think during the exam, do not waste time reading long questions, simply skip them. Go to the end and then go back to them later. You will finish more than 60% of the questions in the first hour that way. And do not allow the exam to put you in a panic state. A panic will simply make you not be able to answer the questions you already know.